هنشوف صورة سوا. يلا كملين في السوشيال ميديا. فيديو فضل شاكر يطرح برومو أغنيته الجديدة حبيتك. سؤالي طبعا، الفنان فضل شاكر عمل أغنية وأوريدي فيه نازل أغاني صارت موجودة وفي كفر، ويعني خلاص راجعة كامباك للأغاني. بلغة السوشيال ميديا نعمل إيه؟ نعمل لايك ديسلايك ولا ريتويت للخبر؟ وضع فضل شاكر لازم نفهمه كويس. فضل فنان كلنا حبينا صوته، أنا أول ناس كنت حأنتج لفضل. وكنا نمسك العود ونقعد بالساعات، أنا وجورج وسوف صديقي الحبيب وصديق مشواري، كنا نروح نسمعه أغانينا بإحساس فضل. ما في شك هذا الفنان قبل ما تصير معه الحادثة، ما في حدا ما حب فضل شاكر. فينا نختار ونكمل كلامنا؟ لا بدي كمل ضروري، لأنه هتكمله بس فينا نختار الأول. شو اختار؟ هتعمل الخبر لايك ولا ديسلايك ولا ريتويت؟ إذا الغنية حلوة لايك. لايك. بدي أكذب على حالي؟ إذا الغنية حلوة وصوته حلو ما بحاسبه على أعماله أنا. أنا الغنية عجبتني وصوته عجبني، بس ما فيني أفصل اليوم في شريحة كبيرة بلبنان موجوعة من فضل شاكر. طبعاً. وهيدي ما بتروح إلا لأنه فضل مش هيك، اللي بيعرف فضل. أنا مستغرب، أنا مش مصدق، أنا أقرب الناس كنت لفضل أنا وياه. نعم. ما بعرف شو صار، مش فضل هيدا اللي صار معه، حتى يمسك بارودة ما بصدق. لما شفته ماسك البارودة ومربى اللحية أنا، وما بعرف ليش بس يكونوا متدينين، مع احترامي لكل الأديان وكل العلماء ولكل الدين، ما بعرف لا بيغيروا تيابهم وبيعملوا لحية يعني. يعني أنا ممكن أكون عالم دين باخدوها سنة سنة، بعدين كلمة شيخ ما في، أستاذ دين هي كلمة شيخ، أنا بعرف يعني عراسي. لا ممكن يكون هيك لحتى الشباب اللي بيشبهني يقرب مني، فيني وصل رسالتي. في رجال دين اليوم طبعا اكيد بيطلعوا معاصرين جدا، معاصرين جدا يعني، بيطلعوا بلوك وملابس حلوه. انا لهلا مش مصدق الصوره اللي شفته فيها لفضل، صدقيني. فانا ليش عامل لك انا؟ اذا بتقولي لايك، في ناس كتير ضد كلمه لايك لفضل شاكر، وهو ناس بيحترمهم وناس بعرف شعورهم، نقتلهم شهداء لهلا عم يبكوا، يمكن بعزيهم من كل قلبي وقلبي معهم طبعاً. فخلينا ان شاء الله، بس انا برايي لازم فضل يسلم نفسه للقضاء، وانا واثق انه بريء، ولا ممكن فنان بهذا الاحساس يقول كلام اللي عم يقوله. في مصر حصلت حاجه ان هو كان المفروض يغني تتر، عرفت المسلسل وتوقف، واستضفت انا اتشرفت استضفت الاستاذ جمال العدل، وقال لي انا ما كنتش اعرف يعني هي السلطات اللبنانيه، ما هو لبنان كلها قد كده مش قادرين يجيبوه من جوه. على فكره الوطن العربي كله برا مش حاسس بالمشكله ولا بيهمهم المشكله، سوري عم بحكي الوطن العربي بيسمعوه جدا. انا بسافر انا وياك لبرا بكل حفلاتهم بكل الاماكن اللي بتغنوا على التلفزيونات بس لانه بالاخير هذا هم لبناني. ليش قلت لك انا هذا الشق؟ اذا قلت لا في ملايين من العرب، انا ما بقدر اقول لا اذا غنيه حلوه طبعا. انا بتصرفاته هذا شيء ثاني. الفنان في فنانين كثير تصرفاتهم غلط، الناس ما بتفرق معها، الناس بيهمهم صوت المطرب اغاني المطرب. مشان هيك انا حبيت اوضح لك لهالشريحه اللي هي عندها جرح من كلامه او من اللي حصل معه، انه نحترم شعورهم وندعي بالتسامح من رب العالمين، انه يتقدم للمحاكمه وتخلص هالقصه، لانه بالاخير لازم تخلص. مزبوط، لازم تخلص.